تعاقب منشآت القطاع الخاص غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441 للهجرة بغرامة مالية قدرها 10,000 ريال، وذلك في حال مخالفة الآتي: إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، عدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، عدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، عدم تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، عدم تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة مع إغلاق المنشأة لمدة 3 أشهر، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة الموقعة في المرة الثانية مع إغلاق المنشأة لمدة 6 أشهر وإحالة المسؤول للنيابة العامة. ولسلامة الجميع ندعو المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال وملاك المنشآت على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.